الاحسان فيه ايه؟ من الاقرار. ايه حاجه ثانيه بتيجي سبتي؟ يعني ايه؟ السوق بتاعي بيجي سبتي ليه؟ طب ده سبتي ولا السوشيال؟ ايه؟ ايوه يبقى اذا ايه؟ الفلوس الثروة الفلوس المرتب البوزيشن دي سبتي صح؟ انا رئيس الشركة عشان الثاني صح. اي حاجة تديني حماية اي حاجة تديني ثقة في نفسي بعد كده السوشيال ميديا. يعني ايه السوشيال ميديا؟ ده علاقاتي في المجتمع اصدقائي وزمايلي والناس اللي حواليا. طب الايجو ايه الفرق بين الايجو والسيلف ستيم؟ الاثنين هم respect by others صح. الايجو الناس شايفيني ازاي؟ وفي الاخر خالص الناس شايفيني كويس احس ان انا ايه؟ كويس. لو الناس شايفيني وحش هشوف نفسي وحش. تفضل ايه؟ يعني اخر حاجة انا باصص لنفسي ازاي؟ قبلها على طول الناس باصصين ازاي؟ انتوا انا بقيت مليونير، انا واحد من الوزراء بتوع رجال الاعمال دول. مليونير عندي الفلوس كانت ميزه ولا ما عنديش؟ عندي ولا ما عنديش؟ بجري ولا رشيد ولا عز؟ عنده؟ طب عندي دي ولا لا؟ اسمعني بس، ها؟ عنده دي ولا لا؟ ها؟ عنده ولا ما عندوش؟ عنده دي ولا لا؟ عنده علاقات. طب دي الناس باصين لعز ازاي؟ ان هو محترم وشريف ولا انه حرامي؟ حرامي. فهو يعتقد في نفسه ايه؟ ما دام الناس اللي بصلوا كده هو حرامي. يبقى كل اللي عمله ده لم يجعله مقتنع بقيمته الشخصيه. صوت القيمه؟ فانا واحد غلبان، واحد فقير، واحد امام مسجد، واحد مدرس، عنده الحاجات دي كلها بس القدر ايه؟ قدر كبير. بس الناس شايفاه ان هو راجل محترم بيعلم الشباب والناس، بيعرف يدعو الى الدين والمكارم والاخلاق، وبالتالي هو يحس ان له دور ايجابي في المجتمع رغم ان هو اقل بكتير ثراء من عز ورشيد المطر. اللي احنا بنبتدي حاجه زي دي وبنوصل خالص وبنوصل لمرحلة يا ترى اللي انا حققته ده بصيتني انا شخصيا ولا لا؟ طيب طب ما بس ده هو اللي بيقوله لنا، بس هو قرر نفسه عارف ان هو حرامي. تعتقد ان هو ما كانش عارف انه حرامي؟ النجاح حاجة والرضا عن النفس حاجة. طب ما احنا في عيلة كان راضي عن نفسه بلاش زعيم العصابة مش ممكن يبقى مبسوط وغني والناس حتى ما تعرفش هو بقى العصابة تاجر المخدرات مش ممكن الناس تكون بتبص له على انه حاجة كويسة جدا بس هو باصص لنفسه ازاي؟ ايه رأيك؟ اشتغل معاه؟ هل تعتقدي تاني لو انت عملت دم والناس مش واخدة بالها هتبقي راضية عن نفسك ولا لا؟ الا اذا كنت انا كبير لك. لا مين قال كده؟ طب الحرامي بيبطل؟ المرتشي بيبطل؟ الكافر اللي بيشرب خمرة بيبطل؟ ايه رأيك؟ كلهم بيبطلوا؟ كلهم بيبطلوا؟ كم واحد مرتشي قال لك لا كفايه ما اعرفش كده وهنستدعي ربنا؟ كم واحد حرامي بطل يسرق من تلقاء نفسه؟ كم واحد بطل يشرب حشيش من تلقاء نفسه؟
طب واحد بطل يشرب خمر اقتناعا بان الخمر غلط من تلقاء نفسه؟ قله ايه؟ الوادع نفسه ده من ايه؟ هل تعتقد ايه؟ انه وادع نفسه وهو عارف انه بيعمل ذنب قدام ربنا؟ ايه اللي بيشرب خمر ده عارف انه حلال ولا حرام؟ وبيعمله ايه؟ لا بص هو مفيش مسلمين بيشربوا خمر؟ طيب ده لا انا لا اعرف الخمر عارف اني حلال ولا حرام طب اشربها ليه؟ ايه؟ اعتقاد شخصي مش ضد الدين ها؟ لو انا وصلت لمرحله معينه هبطل بس انا ما وصلتش المرحله دي ودي على كده اللي العالم كله مليان حراميه وقطاع طرق وبتوع مخدرات راجي عن نفسي ظاهريا تعتقد في واحد انا تاجر مخدرات الناس بتوصلي ان انا تاجر مخدرات طب اروح من نفسي انت عليه موصولة لكافة المخابرات يقول لك فاطمة دي كافة المخابرات ايه اللي ودت الناس في داهية تعتقد كده مين وقع الكلام ده؟ شوف بقى تتكلم ازاي؟ اه في ناس بتفكروا كده ها؟ ها؟ كويس؟ مش لازم الناس مش لازم الناس مش لازم الناس انا قلت عشان اوصل دي لا مش لازم الناس انا المهم في الاخر راضي عن نفسي ولا لا؟ في ناس ايوه في ناس بترضى في ناس بترضى عن نفسها انا ما بقولش حاجه خالص انا بقول في ناس بترضى عن نفسها رغم ان الناس مش راضيين عنهم في صح وحتى بالغلط بس عشان يوصل لكده لازم تبقى مفاهيمه كلها غلط صح ولا لا؟ مين قال ان ده غلط؟ مين قال ان ده غلط؟ بس الشاب ده حاسس ان هو اضاف حاجه لحياته ولا لا؟ يبقى اهبل يبقى اهبل معلش يبقى اهبل ايه؟ لو مرضى ثلاث اربع شباب مصر لو بيفكروا بيه اهو لو انا اعتقد لا معلش مش هو الوقت خالص لا خالص لو انا حاسس ان انا ما بضيفش حاجه لحياتي وحياه الناس يبقى انا عبيط. يبقى انا ما بفرقش عن اي كوكسي موجود عندي. يبقى انا ما بفرقش عن اي كوكسار ماشي في الارض. ده ما نقدرش نحاسبه كمثال. ربنا خلقنا ليه يا جماعه؟ ربنا خلقنا ليه؟ عشان نعبده، ليه تاني؟ نعمل الارض. هي التفسير بتعمل الارض. لو واحد مش حاسس بظروفه في الدنيا يبقى صوته. بس ايه؟ ربنا خلق سلطان؟ ربنا خلق سلطان؟ ربنا خلق الانسان من سلطان يبقى لازم اتصرف في الانسان الانسان في الارض وظيفته ايه؟ تعمير الارض مش تخريب الارض صح؟ صح؟ صحيح الكلام ده ولا لا؟ ده رايي ده تبقى غلط جاي تبقى غلط ما بقولش رايي صح هو ده رايي لو انا حاسس ان انا ماليش قيمه في الحياه يبقى معلش يبقى خطاته من ربنا ما تلاقيش لا لا خالص خالص مش عشان حاسس ان هي قيمه الحياه عشان عارف ان ربنا خلقني بهدف بس ربنا خلقني اعتباطا طب ما بيشتغلوش ايه بما يرضي الله ايه ايه ليه عايزين نبقى فلسطين ربنا خلقنا بني ادمين. ايوه حتى الصرصار ربنا خلق الهدف. حلو يعني انا ربنا خلق انسان عشان يبقى دوره زي الصرصار؟ يعني وظيفه الحياه انا ما اقدرش اخش في الشقه بتاع الحيطه. خلاص اه ربنا خلق الصرصار وظيفه وخلق الانسان وظيفه. مش ممكن ابدا اقول ربنا الحمد لله خلقتني صرصار. او انا هتصرف في الصرصار اللي انت خدت الموضوع ده برضه من مخاليف ربنا سبحانه وتعالى. نو اي هاف هاف ا رول لازم حياتي مالها هدف
اللي ملوش هدف في حياته يودا دايما بدور على هدف. الشكر انا خسارة، انا عمري كنت خسارة. مين اللي عمل ثورة 25 يناير؟ مين؟ السرافيق؟ السرافيق؟ مين اللي عملها؟ الشباب. مش احنا حتى العظيم. لو كل واحد قال كده لا الشباب بتاعنا احسن. والشباب ده فيه كله. واللي كل لابسني بوكسر ونازل بطلون جامد. كان ثورة عمل. وتبقى صفر حاجة في الأول. مين اللي هاز البلد وغير البلد؟ الشباب اللي هو ايه؟ مش الفرق ده. يجب الا تكون خسارة. يجب تكون ايه؟ بني ادم تاني. عايز بطل هي بطلش تاني يتكسر فيك بعدين. اوكي؟ انا مؤمن يا بنتي ان الانسان ما دام ربنا خلقه سبحانه وتعالى لازم يعمل فرق. مش يعيش ويموت زي ما هو. مش عارف يعمل فرق يخلي ساعات كويسه يعمل فرق. مش عارف يبقى مميز ينتج جيل مميز. انما اعيش واموت ولا حد يحس بيا ابقى ايه؟ بقى بقى خساره ابقى نمله. بس يمكن النمله فوق بس ممكن تعمل فرق انما ودي فصل. عشان يثبت لنفسه الباب المحترم والناس تحبه وان هو عارف ان هو حرام. بس ما حصلش. ليه؟ لان هو السلطه المخيفه. كل ما بيخش السلطه يقول لك هحافظ بيها. عشان اثبت للنفس والنفس ان انا كويس. انا مش عايزين طبعا تتكلم. اوكي. هل انت تقول لك ايه؟ بيزك لايف نيدز، فود، ووتر، سكس، سليب. السيفتي بروتكشن سكيورتي لو اوفر ستابيلتي القانون. القانون حمايه. البوابه اللي احنا عايشين فيها ديت. عامل ايه في الناس؟ خوفها؟ عايزين نظام. بقى بلونج ريليشن شيب اللي هي السوشيال سيفتي ستاتس ريبوتيشن بيرسونال جو في الفل احس قال انا عملت اللي انا عايزه ولا بعد الحاجات دي كلها قلت لهم انت يعني تحقيق ازاي؟ حققت نفسي ولا لا؟ ممكن ابقى اغنى واحد في العالم حتى انا بوظ حاجه نقصاني. اغنى واحد في العالم بس ما عنديش اله كويسه. بس ابني طالع بايظ. بس مراتي ما بتحبنيش. تقصد ايه؟ صح صح. طيب اهي نعم بقى الفرق بين النيد والبوم والديماند اند تشويس. النيد اللي هي بيزك انستنكت يعني غريزه اساسيه. That is fundamental to maintenance of life. ما اقدرش اعيش الا لما اكل. ما اقدرش اعيش الا لما اشرب. البشره ما تقدرش تستمر الا لما الناس تتجوز وتخلف. دي اسمها نيد. ها؟ ولا؟ طيب. طب النقطه بقى ايه الفرق بين الوونت والنيد؟ مين قال؟ ايه؟ صح اوين تو ساتيسفاي انيد. انا جعان ممكن اكل ايه؟ ممكن اكل كشري، ممكن اكل طعميه، ممكن اكل مكرونه، ممكن اكل سمك، ممكن اكل سمين فولي، ممكن اكل جمبري. يبقى الوون اوي تمام؟ انا عايز اشرب، ممكن اشرب من حنفيه، ممكن اشرب ميه طرب، ممكن اشرب ميه طبيعيه، ممكن اشرب ميه عادريه. انا عايز اتجوز. ممكن اتجوز واحده بيضاء، ممكن اتجوز واحده سمراء، ممكن اتجوز واحده شعراء، ممكن اتجوز واحده خضراء، ممكن اتجوز واحده حمراء، وكده. انما كلها طرق لايه؟ طيب. طيب الفرق بقى بين الوونت والديماند. يعني ايه ديماند؟ بالعربي. اصل عشان اصل لازم يبقى عندي ايه؟ ايه؟ غير الصوت. احتياج اللي هي
وقدرة. عشان أقصد ايه بقى القدرة بتاعك هنا؟ عايز توصل لها؟ بالضبط. انت تفكر معايا اسماء؟ قلت ايه بقى حاجة مهمة جدا. لازم عندي ايه؟ الرغبة مش كده؟ و ابيليتي. وين ان انا اشتغل على الرغبة مفيش، عندي رغبة ان انا عايز اتحس، وعندي ابيليتي معايا الفلوس بتاعت الرغبة مفيش. انا عايز اكل، عاوز اكل جمبري، لازم يبقى معايا ايه؟ فلوس الجمبري. صح؟ هي دي اهتمامي. انا عاوز اتجوز، عاوز اتجوز هيبقى وهمي، لازم يبقى معايا ايه؟ مهرها. مين يقدر يتجوز في الكوره دي؟ مفيش حد. لا، ما هي متجوزه. ليه؟ لان الواحد كان عنده الويند والاماني، دفع لها مليون دولار مصر مثلا. بلاش، ما تقدرش تتجوز وانت في الكوره دي، تتجوز نانسي عجرم. ما تقدرش تتجوز نانسي عجرم، تتجوز جمالات زايد. اي واحده من دول. فده بتقدر ايه؟ تدفع ثمن. هو ده. طب يعني ايه بقى تشوكي؟ اختصار ايه؟ مين بقى اللي بيديني الاختيارات دي؟ مين؟ لا مين؟ مين 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 في المجتمع بيديني الاختيارات دي؟ مش انت الاورجنايزيشن. ازاي؟ انا عايز اكل، معايا فلوس، المطعم يديني منيو فيها جمبري وفيها سمك وانا اختار. صح؟ عايز اشتري عربيه، اروح اجنط، عنده الاوبن وعنده المرسيدس وعنده ال 28 وعنده الهوندا والحاجات دي كلها. مش لاك شوكس. ليه؟ لان هنا الشركه بقى الايجنت اللي بيبيع دي عارف ان انا عندي وين اند ابيلتي فيديني اوبشنز. انا عايز اشتري عربيه، ايم ويلينج تو باي كار، ومعايا فلوس. فبتاع العربيات مع تديني دي هوندا سعرها كذا، ودي اوبن سعرها كذا، ودي مرسيدس سعرها كذا، وانا حسب الابيلتي بتاعتي بختار. صح؟ انا عايز اتجوز، اروح لايه؟ للقبه. يقول لي والله بص، دي شقرة ودي خضرة ودي حمراء، دي مرها كذا ودي مرها كذا، على حد على قد الحاجه ايه؟ متر دي، اختار العروسه اللي تقدر تقدر تدفع مهرها. اوكي؟ ايه دي؟ الماركتنج بقى بيشتغل على اي حاجه من دول؟ كله. صح؟ تسويق الدواء اشتغل على ايه؟ ها؟ على ايه؟ على اي حاجه من الاربعه دول؟ على ايه؟ ها؟ كله. النيد، اهم نيد من زمان اوف لايف، مش كده؟ الدواء بيشتغل على الحته دي. والوند بيشتغل عليها ازاي؟ ايه؟ اه انا عاوز دواء،